السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اش غنقول لكم؟ جينا اليوم بغيت نشارك معكم واحد الخريجه انا وصحباتي، اول خرجه من بعد رمضان. قلنا علاش لا ما نخرجوش ومهم شويه نبدلوا الجو، نشموا الهواء ونخرجوا الوليدات. مشينا ريستورون ديال الشينوا اللي حدا داري سميتو ديلي، صراحه زويون ما نكذبش عليكم. قلت علاش لا ما نشاركش معكم، نورمالمون حنا كنمشيو ليه بالليل، يعني هو اللي كنت قلت لكم غنتشاركوا معكم، ماشي في فرنسا، وجا في بلجيكا، يعني في البلاصه اللي كنت كنسكن فيها انا، وهو راه كاين في بارتو، يعني في بلجيكا راه ما فيهاش غير واحد، فيها بزاف، غير البلاصه اللي فيها انا هي راه فيها وقيلا شي جوج. المهم بغيت نقول لكم اخوتي، هاد ريستو بغيت نشاركوا معكم اللي يبغى يمشي له صافي. انا مشيت نهار الاربعاء من بين 12 و3 كيحل الثمن، نقول لكم حتى الثمن كيدير تقريبا، بلاتي نقول لكم شحال خلصنا، 25 اورو الواحد، واقيلا 25 اورو الواحد، مابقيتش عاقله بالضبط حقاش خلصت طوطال. وفي الليل كتخلصي 35 اورو الواحد. المهم ما كاينش شي فرق كبير، ولكن الليل كيكون زايد عليه الماكله وبزاف الحوايج. وبالنسبه لهذا بالنسبه للسبت كيكون احسن، في الويكاند كيكون احسن، واخا كيكون تني عامره وداكشي، ولا كيكون ريستورون احسن في الليل. المهم انا قلنا نمشيو، احسن ما نمشيو لماكدو ولا نمشيو لكويك، قلنا نمشيو ناكلو تما نديو الوليدات ونمشيو ناكلو. قلت علاش لا ما نشاركش معاكم، ما حنا دابا غاديين في الطريق، عاد الدنيا عامره وكاين اليوم الحال سخون اخوتي واحد الجو. المهم حنايا دابا هنايا داخلين ريستورون صافي، قلت نصور معكم الدخله ديال ديلي. ما ريستورون خاوي، راه مازال ما عامرش، ما فيش ناس بزاف، ما بين الغدا من بعد المغرب كيكون عامر، بعد المغرب كيكون خاوي. دابا لقيناه صراحه خاوي، فيه شي ثلاثه د الناس، يعني ثلاثه طواب اللي عامرين ولا اربعه. المهم هنايا هذه هي البلاصه ديال لي سالاد، كتلقاي هنايا لي سالاد، الانواع ديال لي سالاد اللي بغيتي. عندهم الزيتون، عندهم كرنيشو، هذه الفلفله معمره بالفرماج، عندهم مكرونيه زيتون فيه داك لانشوبه، واقيلا داك الحوت الصغير ماعرفش كيقولوا ليه، واقيلا هو هذاك ماعرف، الخيار، وعندهم داك كاشر تاع بحال التواركه اللي كيطيب، وهذه بطاطا مشرمله، والروز مطيشه، هذا الخيار. انا كنهز في الطبسيل ديالي صراحه، واحد الحاجه كنمشي كنهز غير داك القيس اللي غادي ناكل، بعض المرات الانسان كيكون فيه الجوع كيبقى يحط ويضيع في الماكله، وفي نفس الوقت كترمى، الواحد ياخذها على قدو حتى يكمل ويرجع، حيت البيفي راه محلول، يعني علاش نبقى نهز الماكله وفي الاخر ما غاديش ناكلها؟ واحد يزي على قدو حتى ياكل، قدر الحاجه ما غتعجبكش ما غتاكليهاش بطبيعه الحال، بصح زيد داكشي اللي كتعرفي راسك غتاكليه. الا بغيتي مثلا جربي شي حاجه ماشي مشكل، بصح الانسان يبقى يضيع في الماكله لا. المهم هاد البوزروك وهاد المحار وهاد الكروفات كيكونوا ديجا خضرين، هما كيكونوا بحال اللي مصهدين شويه، كيكونوا باردين كيتاكلوا مع يعني كياكلوهم في لي سالاد، حاطينهم في بلاصه لي سالاد باش تقولي له طيبهم لي مثلا الكروفات، بغيتي تقولي شحروا لي شويه لا شحرك داك الكروفات اللي حداه هو ديال الطياب. المهم هذا الكراب الصغير ماشي كيقولوا ليه، المهم هذاك حيت كاين الكراب الكبير وكاين الصغير، كياكلو خضر ما كيبغيش. المهم كتحلي هكا كتلقاي ديجا هو مسلوق. هنايا كاين الكروفات حتى هو مشرمل سلامون، وكاين الحامض كتهزيه الا بغيتي الحامض. المهم هادو هاد البلاصه هادي اللي دايرين فيها الثلج كلها ديال لي سالاد، يعني كلشي كتاكليه بارد. المهم هنايا السوشي ولي صوص ديال السوشي بطبيعه الحال، اش كتاخدي لي صوص السوشي؟ انا صراحه عجبني السوشي كحماق عليه، وجيت عليه ودو اليوم تشهي صاتي شحال ما كليته في رمضان، كنت بغيت نديرو ما كتعبش، ولكن عرفتي مشهياه وكيديروه غزال. انا واحد الحاجه ما كناكلش السوشي اللي فيه الحوت، كناكل غير اللي فيه لافوكا والخيار صافي، كناكل فيجيتاريان ما كيعجبنيش ناكل ديال هكا ديال الحوت، اصلا الحوت كيقهرني ملي كيكون خضر بحال داك السلامون كيقهرني ما كيعجبنيش، ما نكذبش عليكم كناكل داك اللي ما فيهش الحوت، فيه البصله من الفوق مقرمشه كيجي زواون وصافي. انا صورت لكم هاد البلاده، هما ملي كيشوفوا الحاجه كملات كيعمروا، كيشوفوا الحاجه كملات كيعمروا صافي. المهم هنايا جيت ناخذ جو دورانج طبيعي، ما كيعجبنيش نشرب مونادا، كنقول حتى من بعد واحد يبدا كرشو خاويه ويبدا بالمونادا لا،
هاتينا يا الليمون عندهم طبيعي ولا واحد الليمون عندهم ما نكذبش عليكم حلو ما شاء الله عندهم الليمون حلو. هاد ديلي باش كتعجبني كتاخدي اللي بغيتي كتشرب يعني عندهم مشروبات مفتوحه يعني خدي اللي بغيتي المونادا كوكا ايستي سبرايت المهم شوفوا كيف ما كتشوفوا كل شيء عندهم الماء تشربي حتى تشبعي تقدري تحطي ديك كوكا ديال ليترو لا بغيتي المهم عندك لو شوا ماليش يقول لك لا صافي كتخلصي في الباب في مره وصافي كتسالي كتمشي. المهم هاد الجهه ديال الحلويات مهم ملي كتسالي هادو ها الديسر هو الاخر اللي تشوفي الديسر هو الاخر قلت نصور معاكم هنايا ما عرفت مالي جيت نجرب هادوك ديال الشينوا مول فصراحه كناكل بهم ولكن ما عرفت مالهم عرفتي والله ما بغاو يتشدوا ليا قلت لختي بغا ناكل بهاد العويدات شهيت ناكل بهم سبحان الله كنديرهم في يدي وكتزلق ليا يديا شحال ضحكوا عليا البنات هاد النهار هذا قالوا لي اش داك شي عواد اش داك خدي غير الفخشات. المهم قلت لهم والله بيا ولا بيهم اليوم هذا هو الطبسيل ديالي اللي هزيت شوفوا كيف ما كتشوفوا هزيت غير واحد شويه الكروفات وواحد نص بيضه والخيار وداك المحار هذاك بوزروق وماش كيقولوا لي كل واحد كيقول ليه وديك الحوامضه ما نكذبش عليكم قلت نكمل هذا البلا هذا ديك الساعه نوض ناخذ الا ما شبعتش بهذا البلا نوض ناخذ بصح ماشي نعمر حدايا الطبله وانا ما غاديش ناكل ونستقمر الجاع صافي ملي كتسالي البلا كتحطي حداك حتى كيجيو يهزو كتمشي تجيبي بلا اخر راه الجهه ديال لي بلا سخون انا نوريه لكم دابا وكتعطيه حتى هو يطيب ليك هذاك اللي كيكون تما كتعطيه يطيب ليك. المهم هاد الجهه هادي الناس اللي كياكلوا اللحم كينوضوا يعطيوه اللحم اللي كياكلوا الحوت حنا بالنسبه لنا حنا مسلمين ما تناكلوش تما لا اللحم لا الدجاج حيت حرام تناكلوا غير الحوت هادو تيديروا لك هاد الخضر هادو كتعطيهم له في البلان الخضر اللي بغيتي تسطيهم لك مع الحوت كتعطيهم له كتقولي له اينا صوص عنده اينا صوص حيت كاتب في الطابلو كيقول لك اينا صوص بغيتي معاهم وكيقول لك شنو زعما يعني واش بغيتي لانكول ولا لا حنا ما كنشربوش اختي نقول لهم لا ما ديرش لنا خويا ما طيبش لينا بالشراب طيب لينا غير بالعادي يعني بالزيت ولا بالزبده ولا داك الشيء باش كيطيبوا بلي صوص شي حاجه اللي حلال وصافي. وهاد الكروفات حتى هما قلت لاختي انا ما تعجبنيش الصراحه هاد الماكله هنايا يعني طيبه قلت لي غادي نجربو قلت لها صافي يلا جربي وندوق معاك انا ما تعجبنيش حيت عارفه ديجا انا يا مجرباها تبقى داك الخضره خضره ما تيصوطيها وصافي يعني هي تيقول لك صحيه ولكن انا ما تعجبنيش. المهم صافي هنايا انا وجدت له الطبسيل غنعطيه يطيبو وواحد الحاجه ملي الا مشيتو ان شاء الله نقول له ما يدير لكمش الملح الدجاج هذيك لاصوص مالحه الا زاد لكم الملح مشكله. صافي هنايا صورت لكم انا نعطيه دابا يطيب ليا وغادي نصوروا لكم كيفاش كيصوطي داكشي في المقله حتى كتشعل العافيه. المهم صراحه الخضره ملي كتشوفيها بحال هكا كتشهي والله الا كتشهي ولكن سبحان الله ما عارف اش نقول لكم كتجيني انا ما كنقدرش ناكل الخضره خضره كتعجبني خضره تكون طايبه بحال الفلفله كتحسي بها هكا في فمك ما لا وكل واحد له الشوا ديالو عاوتاني وكل واحد الاختيار ديالو كل واحد الذوق ديالو. المهم هنا اخوتي كيف ما كتشوفوا كي طيب شوفوا كتشعل العافيه في ديك الخضره كيصوطيها صراحه كتبان كتشهي كتشهي صراحه بنينه ماشي خايبه عفوا تقدر تعجبكم. المهم المذاق راه كاين ولكن الخضره اللي كون كانت طايبه مزيان عرفتي ديك البلا ما غاديش يبقى صراحه ولكن انا ما كنقدرش كليت غير الكروفات وصافي ها هو عطاه لختي انا نوريه لكم دابا غنمشي نجلسو وغنوريه لكم دابا غنصور لكم هنايا كاين بلاصه السخون هادو لي صوص كاين لي فخيت بريوات كاين البطاطا لي نوغات بالفرماج هنايا كاين لي بيتزا شي هادو راه هادو عامرين بالفرماج هادو غير بطاطا عامره بالفرماج ومهم هذا الكروفات حيت راه كاين هنا الجران وكاين شنو سميتو الدجاج واللحم ما كناكلوهمش ما كذبش عليكم الدجاج واللحم كوتلات ما كناكلوهمش كناكلو الحوت كما قلت لكم كروفات كالامار صافي. المهم هنايا كاين البطاطات في الاشكال والانواع لي شامبينيون هنايا هذا كروفات بالخضره يعني بالفلفله والبصله هذا واخا ناخذو بصح ما نقدرش ناخذ حاجه اللي ما كنعرفهاش وما راه ديجا كاتبين لكم كل حاجه الفوق شنو هي يعني راه كتقراو شنو هادي وشنو هادي الا بغيتو تاكلو هادي راه غتاكلوها يعني كاين كروفات مكتوبه عليه كروفات هادي مكتوبه عليها الدجاج هادي مكتوبه عليها فهمتوا هذا اللي غنوريكم دابا هذا هو الجران شتوه هذا الجران باين فيه يكون جران 100% حيت رجليه حيت ما يمكنش هذا ماشي دجاج هو اللي عنده رجلين ورجلين هكا
عاوتاني الله وعلم اخوتي ما نديوش الذنوب ان بعد الظن اثم. المهم شنو نقول لكم، انا بقيت نقلب ونسول في اختي عادي صافي شنو نقول لكم بعليناش. صعيب اخوتي صعيب تكوني كتبغي تاكل شي حاجه ما تعرفيهاش، الاحسن الواحد الا ما كانش كيعرف الحاجه ايفيتيها. المهم هنايا راه كاين لي شامبينيون وبطاطا مشرمله، المهم وكاين حتى كروفيت مشرمل بالفلفله وداكشي، وواحد الجيره دايرين فيها اللحم دايرين فيها الدجاج، حنا داكشي ما كناكلوش. المهم غير كنوريكم وصافي. انساني اللي بغا يمشي ليها البنات تخرج مع صحاباتكم دوزوا العشيه كامله، يعني كاين بالنسبه لاوقات التعليل كيكون من 5 ل 11 وفي النهار كيكون ما بين 12 و 3 الغدا. شوفوا هادو راه دجاج، هذا راه دجاج صدر ديال الدجاج مقلي. المهم انا ما خديتوش ما نكذبش عليكم، انا كناخذ داكشي اللي كنعرف، خديت كروفيت هذا حتى هو كروفيت مقلي وبيتزا صافي، وداك بطاطا مقليه وكالامار والبريوات وتما الفريت، وهادوك راهم ديال كاينين في الدي ليدل، المهم جميع المغازات دوك لي نوغات ديال البطاطا ولا تاع الخضره وقيله ديال الخضره. المهم صافي بغيت نشارك معاكم البوفي وتستافدوا، كاين الناس اللي ما عارفينش وبغاو شي نهار يمشيو تقدر يعجبهم. عندهم لي صوص هنايا كاين حاطين لكم لي صوص، هذه زعما تجيها كامله بوفي وعرب، يعني بوفي سخون ماكله سخونه صافي. ومهم يعني هذا هو الطبسيل اللي هزيت، ما هزيتش بزاف ما كتبش لكم شحال هزيت داك الشيء شويه اللي قدت ناكل حتى يكمل تنكمل ونرجع للطبسيل ان شاء الله باذن الله الا فيا ما نزيد هكا احسن ما نضيع. في الاول كنا كنجيو الصراحه ما نكتبش عليكم كنبقاو ناكلو كتضيع الماكله، بقاو هزو هادي تشهينا هادي دري هادي كتضيع الماكله. المهم كتجي لهاد البلاصه هادي كاينه بلاصه حدا الماكله كاين لي صوص، كتاخدي لي صوص اللي بغيتي كتهزي شي طبيسيل صغير ولا كتحطها في نفس الطبسيل ديالك، كل واحد عنده الاختيار. مايونيز كيتشوب لاصوص ساموراي حاره وصافي، وداك واحد لاصوص اخرى حتى هي كتكون بالثومه تما. المهم هنايا كاينه الملحه كيعطيوكم يعني ملحه غليظه وملحه رقيقه، شوفوا نتوما واش بغيتوا الملحه حتى ممكن يديروش في الفريت الملحه، وكاين اللي كيبغي ياكل شي حاجه مالحه. المهم صافي هنايا مشيت نجلس في بلاصتي، انا غادي نسول البنات كيفاش جاتهم ريستورون، يعني صورتهم كيهضروا. سلام البنات كي جاكم ريستورون؟ زوين زوين زوين. ها ها هي لميا كتعرف تاكل، انا كاع ما خديت هادشي خدات لميا، خديت واحد الشوي كيكه ديال ديالاش باش نرجعوا البطاطا وهذا في الصندوق باكيت جبتيهم كي جاتك باكيت زوينه. انا ما بغيت، شوف هذا هو اللي خديت انا وهذا هو اللي طلعنا. الله ياك مازال ما عرفناش واش الله ولا من الله. فلفله باقا خضره شنو تاكلي فيها؟ كلشي باقي خضر صحي. مهنا من هنايا خوتي كنصور لكم لي سوب اللي عندهم، عندهم سوب الحوت، عندهم واحد السوب ما عرفتش شنو هي، وعندهم الروز بالاشكال صراحه عندهم. المهم الا بغيتي تحطي الروز وعندهم القهوه. هنايا مشيت نصور لكم كتهزي الا بغيتي الخبز، المهم اي حاجه عندهم، يعني داكشي ديال الشينوا عندهم زويونه كتعجبني. هذا غيستو هنايا حليت لقيتو خاوي صافي. وهنايا اختي كانت كتصور لي الفيديو، هنايا كاينه سباكيتي ديالهم بديك لاصوص تاع السوجا، ومهم هنايا كاين الرز بالبيض وكاين الرز عاوتاني بالخضر. انا عجبني زوين صراحه الدراري وداكشي بعدا كاين ما ياكلو. هذاك الرز كتقدر دوزيه مع داك الحوت. المهم من بعد وهنايا كاين حلويات ومهم لي كوكيات الدراري لا تاخت في الاشكال والانواع اللي بغيتي كلي اللي بغيتي. هنايا هذوك الكيكات صغيورين كيش كيقولوا لهم مشاو ليا هذوك كاب كيك ميني كيك صغيورين. المهم هنايا شنو سميهم لي باتاشو، المهم البيني معمر ماش كيقولوا ليه حتى هو، حيت كل واحد شنو كيقول ليه كل واحد شنو كيسميه صافي. وديك واحد الحليوه ديال اللوز تما كتهزي تبصيل تاخذي اللي بغيتي. الجهه الاخرى كاين الفخوي. المهم صراحه راه بالليل كيكونوا شي حوايج زايدين فروي طبيعي وداكشي. هنايا راه شحال حاجه ما كايناش في الديسير،
بحاجه وحده كاين هذا البطيخ حلو كي العسل والاناناس والعنب، اما الاخرين معلبين ما كيعجبونيش. باش تاخذوا فكره المعلبين ماشي زوينين، الناتوريال احسن. صافي هنايا كما قلت لكم المشروبات، وكاينه الجهه اخرى فيها لا كلاص. انا درت لكم اخوتي دوره شامله باش تشوفوا. هنا كاين لا كلاص، صافي لا كلاص فريز بنان بيستاج هذاك شو سميتو مشات لي كاع من بالي داك اش كيقولوا له كراميل. صافي المهم هنايا كنصورهم هما كيهزوا صحابات شي لا كلاص وانا كنصورهم. قلت لهم نصوركم كتهزوا في لا كلاص باش نقدر نحط لكم فيديو شامل. شوفوا هذيك القاعه اللي صورت لكم راه خاويه كتصفر، يعني حيت ريستورون خاوي. وسبحان الله واخا كل ويكند بعض المرات كتكون خاويه حيت ريستورون تبارك الله كبير، عرفتي ما شاء الله كبير وزويون. صافي هنايا غنمشي هنايا كما كاين سلوش في الانواع والعصير جو دورونج طبيعي. هنايا كاين هذيك الشوكولات الا بغيتي تاكلي الشوكولات مع الديسير ولا مع الحلوى الدراري الصغار ولا الكبار. المهم بعض المرات كيديروا البنان تقدري ديري مع البنان. صافي درت لكم دوره خوتي و قلت زعما قلت ربما يعجبكم وتاخذوا فكره. ملي خرجت خريجه شاركتها معكم المهم وريتكم ريستورون. كاينه واحد القاعه ديال الالعاب حتى هي صورتها لكم كيمشيو يلعبوا فيها الدراري الصغار في الليل كتكون عامره. المهم هكا باش ولادكم ما يقنطوش بعدا ما كيبقاوش غير جالسين كيمشيو يلعبوا فيها. وكاينه حتى المهم صورت لكم كل شيء، صورت لكم صراحه يعني شنو فيها العاب ودراري كيلعبوا. كاينه واحد الحاجه اخرى حتى لي تواليت ما شاء الله نقيين وكيبريو داكشي نقيقي عندهم يعني نقا عندهم نقا وعندهم زعما اش نقول لكم سيرفيس ديالهم زواول الحمد لله. وليدي انا كنمونطي الفيديو ولدي حدايا ما نسمح لي ما بغيتش نبقى نمسح ونعاود نمسح ونعاود، راه المونتاج ضروري الدراري الصغار كيكونوا حداك وكيسطعوك شويه. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، هذه قاعه الالعاب اللي صورت لكم. صافي وكاين شي يعني كتخشي الفلوس وكيتلعبي يعني ماشي فابور، كاين شي حوايج فابور كاين شي حوايج ضروري الدراري كيديروا واحد الاورو وكيلعبوا. صافي المهم هنايا ولدي دخل اللعب. المهم اخوتي بغيت نقول لكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي فضلا وليس امرا بطبيعه الحال. وبغيت غير نقول لكم واحد النقطه اللي ما كيوصلوش لي فيديو ديالي، حيد الجرس ويعاودو يعاود يفعلو، حيد ابوني ويعاود يدير ابوني ويفعل الجرس. علاش؟ حيت راه الجرس بعض المرات ما كيوصلكمش حيت خصكم تعاودو تفعلوه. صافي هادشي اللي كاين اخوتي. شكرا لكم بزاف بزاف على مشاهده الفيديو، الله يكثر خيركم. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ديروا لنا لي لايك، ديروا لنا لي لايك دوك الجديدات الله يسهل عليكم والله يحفظ لكم وليداتكم. لي لايك غير كيشجعوني كيف ما قلت لكم ديما، والفيديو كيشوفوه بزاف ديال الناس. ما حتكم نتوما كديروا لي لايك والناس كيطلع لهم الفيديو كيطلع العدد بزاف ديال الناس يقدروا حتى هما يشوفوا ويقدروا يستافدوا منه. المهم بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على هاد القاعه كتاع الالعاب كتعمر بالدراري، دول الدراري كيجيو يلعبوا. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، شكرا لكم بزاف بزاف من القلب وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.